أينما كنتم حياكم الله أحبتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة تقودنا في نهايتها إلى قبة البرلمان. برنامج نحو البرلمان يحط الرحال اليوم في محافظة كربلاء المقدسة، هذه المحافظة التي لها خصوصية منفردة ومميزة، ويشرفنا في هذه المحافظة أن نلتقي بمرشح تيار الإصلاح في قائمة النصر التي تحمل الرقم 158 الأستاذ زمان الكناني الذي يحمل التسلسل 18. اهلا ومرحبا بك استاذ. يا حياك الله استاذ اسعد. الله يخليك، اسمك صعب شويه، اختصرناه بزمان الكناني. وحترك لك الكلمه انت حتى تعرف المشاهدين، وانت ايضا اكاديمي ولك باع طويل، فراح اترك الكلمه لك انت تعرف الناس من هو زمان الكناني وما هي سيرته ومسيرته سواء العلميه او السياسيه او الاجتماعيه. احسنت. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني الاعزاء قناه بلاد الفضائيه في محافظتكم الثانيه محافظه كربلاء المقدسه. نبذه قصيره عن حياه المرشح زمان صاحب، الاسم زمان صاحب المعمار الكناني. ماجستير محاسبه دوليه في اختصاصات الحسابات الدوليه من جامعه اوتارا الماليزيه في دوله ماليزيا، وحاليا الان طالب دكتوراه ان شاء الله بعد 6 شهور او 7 شهور ان شاء الله نحصل على الشهاده الاكاديميه الشهاده العليا. بعض معاون مدير تدقيق في مديرية ماء كربلاء حاليا. هذا الاسم الطويل اللي انا احتاريت فيه. معاون مدير تدقيق. معاون مدير تدقيق في مديرية ماء كربلاء المقدسة. نعم. والسنة الفائتة كنت محاضر خارجي في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء قسم المحاسبة لتدريس المرحلة الرابعة مادة المحاسبة الدولية، وإشراف أخذت إشراف على بعض الطلاب بواقع 12 طالب بكالوريوس اللي الحمد لله والشكر تخرجوا هسه هالسنه وينتظرون فرصه عمل، يعني جاي يتصلون بينا ينتظرون فرصه عمل. هاي النقطه الاهم، حصل على الشهاده تعال انه بحير بفرصه عمل. من سمع بينا بالترشيح الطلاب يعني هم حاجتهم الخاصه انه يجد فرصه عمل، مو الا شرط تعيين، ففرصه العمل ان شاء الله نقدر نوفرها من خلال مكتب تيار الاصلاح الوطني ان شاء الله، وجلوسنا على مقعد البرلمان ان شاء الله. ست احنا بعدنا مبادين، طرحت لنا 3 ملفات. الكفاءات اللي انت واحد من عندهم واللي هم اليوم مغيبين بشهاده الجميع. نعم. في المحافظات العراقيه وخاصه المحافظات الجنوبيه. نعم. طرحت لنا الطالب العراقي وفرص العمل اللي تقتل الطموح لديه قبل ان يتخرج من صحيح. الجامعه. صحيح. وطرحت لنا تيار الاصلاح. نعم. راح اجيك واحده واحده. يا حياتي. اليوم رايك بتغييب الكفاءات، اليوم عندنا بالجنوب كفاءات عاليه كبيره لم يتم استغلالها بالشكل نعم. الصحيح، لم نجد دائما الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. وجهه نظرك ازاء عدم استغلال الكفاءات وطروحاتك لاستغلال هذه الكفاءات. والله في الحقيقه يا استاذ العزيز مثل ما تعرف انه حاليا اكو 4 ملايين موظف بالعراق حسب الاحصائيات الاخيره، و3 ملايين ونص متقاعد. ما شاء الله. هذا في الحقيقه هو عبء على الدوله. في الحقيقه عبء على الدوله. من خلال هذا الموقف انه ان جاء نتوقع كميزانيه 2018 انه تعيينات ما بيها نهائيا، يعني اعطونا هذا المانشيت الطويل انه تعيينات ماكو نهائيا في سنه 2018. من هذا الباب نحث حكومتنا الاتحاديه وحكومتنا المحليه انه تنظر بعين الاعتبار تنشيط القطاع الخاص. اذا ماكو الطالب او المتخرج ما عنده فرصه بالقطاع العام او القطاع الحكومي، فيا ريت انه يوفرون فرص بديله بالقطاع الخاص والقطاعات الاخرى. هو يقول لك القطاع الخاص حتى لو وفره، عقلية الفرد العراقي في المحافظات الجنوبية مصرة على العقلية الوظيفية. نعم. العمل في القطاع العام ما يجي يشتغل. والله مو صحيح، مو صحيح يا استاذ اسعد. انا هسه لو احصل لي فرصة بالقطاع الخاص اعوف الوظيفة بدوائر الدولة. يعني هسه انا خدمت 15 سنة وخريج ماجستير، وانا راتبي هسه حاليا 900,000 دينار وخدمت 15 سنة مع الشهادة، مع الاكاديميات اللي عندنا، مع الخبرات المتواصلة اللي عندنا والمتراكمة. فهذا الراتب يعني الصراحه سميت ما يلبي حاجه المواطن، وانا صاحب عائله كبيره مثل ما قلت، ورايا مسؤوليات ورايا متابعات بهالموضوع هذا، فالصراحه ما تكفي. فاذا هسه حاليا من هذا المنبر مالتكم انه احصل فرصه بالقطاع الخاص فايد عليكم ان شاء الله. اول مرشح يتحدث بهمومه التي هي هموم الاخر. اكيد اكيد هذا الشيء يفرحني اني أكيد. انه انت من تكون عندك هموم فمعناها تعرف هموم الاخر. اكيد مليون بالمئه. واذا وصلت للبرلمان راح تحاول تعالج. والله ان شاء الله ان شاء الله. بس قلت لك استاذ اسعد احنا ليش نجامل من نفسنا انه ماكو فرصه عمل يم القطاع الحكومي او بجانب القطاع الحكومي، فيا ريت تنشط السياحه، تنشط الاقتصاد، ينشط القطاع الخاص،
وبناء المعامل. يعني احنا عندنا قد معامل بالعراق، خاصة المناطق الوسطى والجنوبية، معامل السكر، معامل الإطارات، المعامل الخاصة والمؤسسات والمنشآت الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن، حاليا ما شاء الله كلها مهمشة، كلها متروكة نهائيا. أكل الدهر عليها وشرب منشآتنا. يعني مخازننا احنا لحد هالفترة يعني مخازن لخزن المواد هن تالفة، فكيف انه نقدر نعمر مصنع ونقدر نشغل به بعض العاملين او العاطلين عن العمل؟ مخاف تعالجت همومك وصلت للبرلمان بعد ما تفكر بهموم الاخرين؟ لا والله يا استاذ اسعد، احنا برنامجنا، انا خاصة كبرنامج خاص لي، انه همي الوحيد انا ابني بعد سنة يتخرج، ما عنده فرصة عمل، فرصة بعد السنة القادمة راح يتخرج ابني، فرصة عمل ما عنده. فمن هذا الباب ان شاء الله نقدر نوفر فرصة بالقطاع الخاص. من المسؤول اليوم؟ خلينا نتحدث على كربلاء. نعم، هذه المحافظة، احد الزملاء قال لي هذه المحافظة المفروض انها تأكل ذهبا. نعم، السياحة الدينية، العتبات المقدسة، توافد العراقيين، نعم، الزوار من مختلف دول العالم اليوم، وتقول لي بيها شباب طلاب ما عندهم فرص عمل. نعم، شباب طلاب يعني وصلوا إلى مرحلة اليأس، ما عنده عمل، ما عنده لا بالقطاع الخاص ولا القطاع العام. من المسؤول؟ والله استاذ اسعد، هسه حاليا الفضل كله للعتبة الحسينية والعباسية اللي مستقطبة اكثر من 12,000 عاطل عن العمل، استقطبتهم العتبة الحسينية والعباسية في فتح مشاريع كثيرة، الحمد لله والشكر، مشاريع كثيرة. هسه الظهر حضرتك اكو مشاريع خاصة بمجمعات الكفيل، كتوزيع المنتجات الزراعية، كتوزيع المنتجات الغذائية، حتى تدخلها في المنتجات النفطية والصناعية. فالفضل هسه للعتبة الحسينية والعباسية انه في تقديم أو فتح وظائف. طيب خلينا نتكلم بدقيقتين بقت عندنا في هذا المحور من محاور البرنامج. نعم، عن عملك الأكاديمي وعن عملك في دائرة الماء. أنت اللي حققته بهاي العملين. نعم، الحمد لله والشكر، خلال عمليتنا الأكاديمية في مديرية، أنا صراحة يعني موظف أول تعيين إلي في مديرية مجاري كربلاء، وهسه حاليا تنسيب في مديرية ماء كربلاء لتدقيق، أرسلنا من قبل دائرتنا بالمتمثل بالمهندس عبير سليم ناصر تدقيق بعض المستندات، لأن أنت تعرف إيرادات الماء والمجاري في محافظة كربلاء مشتركة. نعم، مشتركة الإيرادات، فإحنا نقوم ندقق المستندات والإرساليات والواردات حتى نضمن توزيع عادل بين دائرة الماء ودائرة المجاري ومديرية بلدية كربلاء. الحمد لله كمجالنا بالعمل الرقابي في مديرية ماء كربلاء انه نقدر نميز الصح من الخطأ، وما يعبر علينا شيء انه تزوير او اختلاس او تلاعب بالاسعار. نعم، كحرية اعتدال الاسعار والشغلات اللي موجودة اللي تصير امامنا نرفع بها التقارير للجهات المختصة، والحمد لله والشكر كادارات ومدراء دوائر خدمية ساندينا في مجال الرقابة الداخلية. يعني قبل ما نتكلم على الجانب الأكاديمي، احنا الآن في الشارع أصرينا أن نتواجد في الشارع. نعم، وأن تطرح سيرتك الذاتية في الشارع. نعم، لأن احنا كنا في هذا الشارع ننتمي إلى هذه المحافظة. نعم، هي ليست اليوم كربلاء ليست لكم، لا للعراق بأكمله. نعم، أكيد، لكل من يقول أنا مسلمي له. نعم، فاحنا يعني قلنا أكدنا واضطرنا أن نجي هنا حتى نبين ونتكلم بمباشرة بالشارع، والناس تعبر عن تحياتهم بدور الناس. أكيد. خلينا ناخذ فاصل أستاذ زمان، وثم نعود لنكمل الحوار معك عن عملك الأكاديمي وأيضا عن باقي هموم محافظة كربلاء المقدسة. أبقوا يعني أستاذ زمان وأنتم أحبة المشاهدين، لنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود ونكمل حوارنا. حياك الله. مجددا ورحب بكم احبتي المشاهدين في الجزء الثاني من محاور برنامجنا نحو البرلمان، ونرحب مجددا بضيفنا مرشح تيار الاصلاح عن قائمه النصر التي تحمل التسلسل 158، وهو الاستاذ زمان الكناني الذي يحمل التسلسل 18. اهلا ومرحبا بك مره ثانيه. اهلا وسهلا بك استاذ. الله يخليك. خلينا نبدا من حيث انتهينا. نعم، اللي هي مسيرتك الاكاديميه. نعم، تدرجك فيها، ماذا قدمت وماذا قدمت لك أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. بالنسبة للمسيرة الأكاديمية، صراحة كموظفين إحنا حاليا لكثرة عدد الموظفين اللي موجودين بدوائر الدولة، يعني إحنا عندنا غرفة قسم الرقابة الداخلية بها أكثر من 6 موظفين مدققين في غرفة واحدة. الصراحة ما الموظف هسه حاليا ما جاي يقدر يثبت إنتاجيته وقدرته بالعمل لكثرة الموظفين، اللي هو هذا الجانب سلبي انه ما يتوزع الموظفين بصوره صحيحه مع الاختصاص الدقيق. الصراحه الاختصاص الدقيق اللي يعاني الموظف انه اني حامل شهاده ماجستير وحاليا طالب دكتوره، هل صحيح انه اروح اشتغل باداره الموارد البشريه؟ هذا هو ما ممكن. هسه حاليا موجود بدوائر الدوله هذا الشيء موجود، انه
الاختصاص ما موجود نهائيا، او مدير او ملاحظ فني على سبيل المثال، ملاحظ فني يشتغل محاسب. يعني انا اعرف بعض الدوائر عنوانه ملاحظ فني هو مدير حسابات في بعض دوائرنا الخدميه في محافظه كربلاء، اللي مع الاسف وطالبنا وكتبنا دوائر التفتيش ودوائر مكتب التحقيقات في كربلاء واعضاء مجلس المحافظه بكتب رسميه انه الموظف اختصاصه الدقيق يمارس عمله الدقيق. انا حاليا كمعاون مدير تدقيق في مديريه ما كربلاء، قبل فتره قبل لا احصل شهاده الماجستير كنت امارس دور بسيط. عجبا بعد انه شنو الاشكالات اللي بيها هذا انه متعمد هذا الشيء، انا بجانبي احب انه كيف امارس عملي الاختصاص، امارس دوري اللي التمسته في جامعه كربلاء الصراحه، انه درست محاضر خارجي في كليه الاداره والاقتصاد باختصاص الدقيق الماجستير اللي هو المحاسبه الدوليه، والحمد لله والشكر جبت نسبه جيده جدا بحضور او بشهاده رئيس القسم وعميد كليه الاداره والاقتصاد في السنه السابقه، وجبنا معدل جيد جدا، حتى الطلاب اللي انا كنت مشرف عليهم حصلوا على درجات امتياز في بحوث التخرج الخاصه فيهم. كمجال عملنا في الاكاديميه، احنا اللي يوصلنا كمهمة بسيطة كمدقق داخلي في أو قسم الرقابة الداخلية في داخل الدائرة أنه كتسوية السلف ومراقبة الحسابات، التدقيق السابق للصرف والتدقيق اللاحق للصرف. حاليا في دوائرنا الخدمية مع الأسف أنه واجب المدقق الداخلي أو المراقب الداخلي في الدائرة مجرد أنه حبر على ورق. في بعض الأحيان نضطر إذا نشوف مبالغ عالية ككشوفات مالية عالية أضطر أنا أكتب دققت من الناحية المالية فقط. يعني هذا كفر بالعملية الحسابية والتدقيقية، أنه مدقق يخاف أنه يقول فقط يقول دققت من الناحية الحسابية فقط. ما أقدر أحاسب أني المهندس أو المراجع أو صاحب الكشف أو صاحب السلفة أنه هذا ليش السعر عالي أو ليش السعر قليل أو ليش هذا الترتيب مالته أنه مو نظامي. هذا تجي توجيهات أو تجي أنه صراحة بالصراحة أنا حصلت على عقوبة على هذا الشيء في سنة من السنوات في 2005 تقريبا، انه اعترضت على فشي خطا، اجى المسؤول قال انت عليك تدقق ارقام فقط، يسمع صوتي هسه حاليا، انه عليك فقط تدقق ارقام ما لك علاقه. انا مدير تدقيق بذاك الوقت في 2004 كنت مدير تدقيق، يعني القلم اذا اشخط بالخط الاحمر على فشي انه هذا صار مال، مو صحيح كمدققين ونعرف احنا صحيح. كمراقبين داخليين حصلت على عقوبه من هذا الشيء والرفع على دائرة تفتيش كربلاء، مع الأسف أنه ما أخذت الموضوع بأي جدية، مجرد أنه الشخص قال لهم عاقبوا فلان. يعني من حالك الكثيرين هناك من يظلم بسبب أنه هو يريد يمشي بشكل صحيح. حاليا هسه حاليا موجودة كل الترتيب، يعني والله العظيم ما رجعت من ماليزيا من بعد حصول على الشهادة، رجعت المستوى أسوأ الحمد لله وشكر، خلصت من الدوائر سنتين ونص هناك، اللي يحترمونه كأكاديميين صحيحين ومن اعطونا شهادة الماجستير قالوا عمي تستاهلون وبالعافية عليكم. هذا هسه يقول لك المواطن ما يريد الأكاديمي هسه حاليا، اي ما يقول لك، يقول لك ما يريد الأكاديمي، وين يروح لعلم يجي مثقف يعني. يريد واحد يبيع عليه باللسان يعني بصالحه لو مصلحة عامة. واضح اليوم اللي يبيع باللسان شي يبيع باع على مدى سنوات، شنو اللي حصلنا؟ كيف هو واقع كربلاء وكيف هو واقع العراق؟ والله يا أستاذ أسعد هذا الروتين القاتل، أنت ادعم الموظف خاصة في الدوائر الخدمية، ادعم الموظف وشوف النتائج شلون راح تطلع، ادعم لا تخلي واحد انه يسلط عليك كمسؤول من واجبك الشرعي والتكليفي والقانوني في دوائر الدولة وحرية التعبير عن التوضيح الخطأ والصح، ادعم الموظف البسيط كملاحظ او مدقق او محاسب بدون تزمت احزاب وسلطات او سلطة اعلى من سلطتك، انه راح يشوف نتائج. احنا نبدا من الاساس من البدايه، احنا دائما استاذ اسعد احنا نذب المسؤوليه على وزرائنا، نذب المسؤوليه على كبار المسؤولين، بس احنا من ندخل بصميم دوائرنا من خلال عملنا المتواصل خلال 15 سنه نلقى المشاكل من الدوائر الخدميه البسيطه. المشاكل من تلقاء نفسها، لو هو اكو تخطيط وتنظيم غير صحيح. اكيد مليون بالمئة التخطيط اللي قلت لك هو اساس انه ما جاي تمارس عملك الاختصاص، انت درجتك الوظيفيه المخصصه لك كمحاسب او كمدقق انه تروح تشتغل بغير مجال. وتنعرض بعض الرشاوي وتنعرض بعض التنازلات. وانت اول سنتين تجي بمطلق الراحة جينا متحمسين والله بس اريد الرفض المسؤول شنه بعدين تبدي تخشى على نفسك. اي والله بس شنه بالبداية بالالفين وثلاثة بس شنه نريد نرفض المسؤول مالتنا ومديرنا، تالي هنشوف انه المي جاي يمشي من جوانا من ندري شنه القصة، بعدين صارت ارقام بعدين صارت مبالغ بعدين حسينا بالمسؤولية من جينا كمدققين حسابات، ما قال لنا يا اخوان هاي شخطة القلم بعدين عليها ورقة صغيرة،
أو تنذب وراء القضبان. أحد أسباب المشاكل اللي تعانيها البنى التحتية في المحافظات الجنوبية هو غياب الكفاءات وتغييبها، غيابها وتغييبها. والله يا أستاذ عصا، خاصة في كربلاء خلال اختلاطنا بالمجتمع الكربلاء والمثقفين والأكاديميين، والله أكو كفاءات وأكو شباب طاقة وحيوية لا توصف، ما نلقاها بدول الغربية ولا دول الخليج. بس مع الأسف مهندسين إحنا عندنا يبيعون طماطم أو يبيع جرايد أو يفتح له جراج مال غسل وتشحيم. تحس أنت صح مع الأسف إذا وصلت للبرلمان إيش راح تقدم الدولة؟ أنا أتوجه، بس أتوجه واحد، إنه الشرائح اللي جات تخرج من جوا إيدينا لا والله أحتويهم، وأوقف بوجه أكبر مسؤول وأكبر متسلط، إنه أقول له الدستور كفى الحق إنه هذا توفر له وظيفة. هسه إحنا ما نريد السكن، السكن حق كفله الدستور لكل مواطن عراقي. هسه أنا مالي السكن، أقعد أجار، مشكلتي مو مشكلتك، هاي تنازلنا عنها، بس وفر له فرصة عمل يقدر يعيش بيها عيال، أحسن ما يروح ينتمي داعش أو يتاجر بالمخدرات أو يتاجر بالعملة المزورة اللي هذا وصل حالنا واقع الحال هسه كله موجود. من دفعهم للأشياء؟ حكومتنا، حكومتنا المحلية. حكومتنا، أنا أعتبر كبير على الحكومة المحلية صراحة، لأن ما أقدر أوصل للحكومة الاتحادية، ما أقدر أوصل لرئيس الوزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس مجلس نواب وأطرح للمشكلة مالتي. أنا هسه عظم رئيس مجلس محافظة أو محافظ ما أقدر أوصل، ما أقدر أوصل نهائيا يعني من أول الباب، إنه ألقى البوب مسدودة، ما أقدر أعبر الاستعلامات. نواب محافظتك من أمه؟ نواب محافظة اللي يمثلوا محافظة كربلاء. ما أعرف، ما شايفه؟ ما أعرفهم، لا ما شايفهم. والمواطن الكربلاء شايفهم يعرفهم؟ المواطن الكربلاء إذا أنا أكاديمي وموظف دوائر الدولة ما أقدر أوصل النائب محافظة أو محافظ، كيف المواطن العادي يقدر يوصل له؟ هم نفسهم هسه جايين ورافعين شعارات وإحنا منكم وولدكم ورد نوصل، معجل احترامنا لهم. أنا كمواطن عندي رأي بداخلي بس ما أقدر أقوله، لأن إذا كنت لم تستحي فاصنع ما شئت. شنو رأيك بواقع؟ يعني أنا أشوفها فشل عيب. أنا كنائب سابق أو كنائب حالي، وهسه حاليا أرشح للانتخابات مرة ثانية. أها. لا والله. شنو العيب؟ لا والله ما سويت، كل شيء ما سويت. وهم يعترفون هسه إنه كل شيء ما سووا، جاي يروحون هسه يحضرون مجالس الشيوخ كتثقيف لهم إنه إحنا صحيح ما قدرنا نسوي لكم، بس هسه حاليا راح نسوي لكم. تسويهم بهاي الموازنة، بهاي الميزانية التعبانة، الميزانيات الانفجارية بمليارات الدولارات، كل شيء ما سويت. هسه اللي مشحطة الشحط نقدر نقول عليها، لا بيها تعيينات، لا بيها مجال فرص عمل، لا بيها فتح معامل، شلون نقدر نسوي؟ شلون راح تتعهد المواطن العراقي ينتخبك حتى تنفذ هذا الشيء؟ وهذا من سابع المستحيلات، وخلي المواطن يختار. يعني محافظة كربلاء احنا حكيناها قبل شوي، نعم، تختلف عن كل المحافظات يا اخي كقدسية وكسياحة. يا اخي هي ثقل العراق. هم ما موجودين يمنا اهل البيت، ترى مو يمنا، مو كربلاء، ما موجودين. لا والله سلام الله عليهم، ما موجودين، بس الضريح احنا نجيهم من تلفات الدنيا، ما موجودين، ما موجودين هيك، ما موجودين في ضمائر الناس، ما موجودين اكيد 100% في ضمائر الحكومة السياسية، ضمير الناس. لا والله يجي عنا يمشي لسه 500 كيلو. نقصد الناس السياسيين. اي نعم اكيد اكيد، احنا توجهنا هسه بس عن بس المواطن العادي. لا والله، لا والله، من يطلع يوصل الباب قبل ما الحسين يلقى الامام الحسين قدامه، بس يستجيب للدعاء مالته الحمد لله، بس يدعي له انه الدعاء مستجاب ان شاء الله. بس كسياسيين يعني؟ سياسيين محافظة كربلاء؟ لا لا، اي كسياسيين محافظة كربلاء لا لا ما موجودين، فلا يروح يزور احسن له. لان دعاء ما مستجاب. هو رافع رايه، رافع رايه ومنتمي لهذه المحافظة ويتبارك بهذه المحافظة ويقول قدمت لهذه المحافظة. ما موجود هذا الشيء استاذ سعد مع كل الاسف. حسن انا غريب، انا غريب، نعم انا جاي شوفت فشي. اخر زياره شو وقت وصلت الكربلاء؟ حس اليوم احنا زايرين قبلها، قبلها اخر زياره وصلت. يلا مو يعني احنا دائما نزور شهر او يعني في شهر شهرين. ايه. لقيت فشي تحسن بالموضوع يعني؟ رايت وجوه الناس كما هي، وجوه الناس والشوارع والخدمات موجوده اكيد. لا تجامل وتقول انه لقيت تحسن، ماكو مستحيل. اذا كنتم انتم لا تخشون فنحن الاعلاميين لا نخشى مرتين. اكيد اكيد، وانتم السلطه الرابعه في هذا الامر هذا ان شاء الله. الله يقولون السلطه الرابعه. لكن متى نشوفه؟ احنا هذا اللي يعصر قلبنا. هسه نروح للمحافظات الجنوبيه اللي هي قدمت الدماء والشهداء ونشوف حالها حال الضيم. محافظه البصره صار كم سنه ما عندها مي، قراص مي تشرب؟ لا هاي البصره خارج نطاق التغطيه حتى. ما تعبنا من الحكي في موضوعها، لكن نعم. من اجي المحافظات هي العالم كله يجيها كل سنه بمحرم. نعم. هي فشلة من اللي يجي من برا يعني. اي والله فشلة، فشلة. ندعين نروح ندعين العاليات بهاي وقت الذروة، ندعين عاليات المي والمجاري وعمال الخدمات، وفلان دولة تدز لنا عمال بلدية أو مساعدات. ذكرت هذا الموضوع،
يعني كربلاء هالسنة استلمت 6 مليار دينار فقط لزيارة محرم أو زيارة الأربعينين لتحسين واقع الخدمات وأرضاء الزائر. بالله عليك الحكومة المحلية إيش قدمت للزائر خلال الزيارة الأربعينين؟ أنا صاحب موكب، أنا صاحب موكب، الحمد لله والشكر خير من الله، والله ما نعرف شنو منين يجي الخير اللي موجود العالم، تجي تتبرع وتذب الدخل مال الموكب. هاي بركة على بيت النمو. أحسنت، لقيت في اليوم صرح محافظ أو صرح رئيس مجلس محافظة أو محافظ أو أعضاء مجلس محافظة أنه صرح سوينا فشي للزائر الكريم من هاي المنطقة. وحقك لو يجيب ستوتة يجيب وراها 50 وسيلة إعلامية ويقلب الدنيا. أحسنت، بس ماكو هسه ما ظهر فشي للإعلام أنه كسياسي من الشارع الكربلائي قدم خدمة للشارع الكربلائي وقدم خدمة لزائر الإمام الحسين. إحنا اللي نقول هذول إنه يستحقون التضحية ويستحقون المدارات، اللي لازم نقدم أحسن خدمة، اللي جاجونا من دول العالم كلها، حتى اليهودي هم جاي مرات يجي يريد يشوف هذا الثعبان اللي جاي ينمد من هنا لحد البصرة. ثعبان يعبر على الدول، ثعبان يعبر على الدول، يعبر على إيران، يعبر هذا الثعبان راح يلتهم الظالمين في أكيد يلتهم بحيل الله أكيد يلتهم. وإحنا إن شاء الله قادرين على هذا التغيير، مو مساعدة أخوتنا ومساعدة مواطنينا أنه يختارون الشخص المناسب. إذن خلينا نتحدث عن ما بعد وصولك إلى البرلمان. شنو خططك وشنو أهدافك أنت اللي حاطها في بالك؟ ما نريد البرامج العريضة الكبيرة اللي قامت تؤلف على شكل كتب. بصراحة أنا أحييهم لأن يمكن صارت رسالة ماجستير عن البرامج اللي كل شيء مشهور. صحيح بالفعل. خلينا نحكي، أنت ابن المحافظة واللي لمسناه بيك فعلا هموم المواطن البسيط. والله صحيح، كله هموم صراحة. احنا أنا كبرنامج بالنسبة لي الصراحة يعني احتمال ترضى علي أو ما ترضى علي بهذا الشيء، أنه أنا ما عندي برنامج. أنا لا أرضى ولا ما أرضى، أنا أنقل وجهة نظرك. أنا ما عندي برنامج. أنت كمواطن تجيني للمكتب أو تجيني لبيت الدقبابي تقول لي يا نائب، إذا كنت نائب، إذا صرت نائب يعني. تقول لي أنا عندي خدمة، وين الخدمة مالتك؟ بالصحة، بالتعليم، بالتربية، بالخدمات، بالمي، بالمجاري، أنا أكون سند وعون لك وواقف يمك بكل مجالات الدولة كحكم تشريعي أو كمراقب تشريعي. مو يقولون البرلماني هو مراقب تشريعي، مراقب وتشريعي. أنا أقدر بحيل الله إنه ما أقدر أرجع واحد. خاف هم مثل غيرك ما يبداك يوم بدبي. أحسنت. يوم بلبنان. أنا يوم بعمان. أحسنت. ما نشوفه بعد زي على الأقل خذنا وياك. قبل لا أدخل المشروع أول يوم انعرض علي إنه أدخل المجال السياسي أنا 5 أيام نحسهم خاف يقولون هم مبالغة بهذا الشيء. لا أنا خمس أيام قاعد عند الإمام الحسين سلام الله، أريد فد إشارة في الشيء إنه يعترض هذا الطريق ماتي. والله فد إشارة، أقول مجرد إنه حصل إشارة فالشيء انه هذا راح يسوي لي سبب او ارباك او ما اقدر اقدم خدمه هسه انسحب. بس 5 أيام انا قاعد هناك بالحضره ما حصلت فد اشاره سلبيه، وعلى اساسه عقدت العزم ان شاء الله انه ادخل للانتخابات التشريعيه البرلمانيه لرفع الحيف. احنا ما نقدر عن العراق كله، بس خلينا نقدر نرفع الحيف عن مناطق من عندنا. يعني خلينا نختم بكلمه اخيره توجهها لابناء كربلاء المقدسه باقل من دقيقه في مجال الانتخابات. المواطن العراقي او المواطن الكربلائي لا تعزف عن الانتخابات، الله يخليك اترجاك، اختار الاصلح فالاكفأ. والله مصيرنا بيدينا احنا كمواطنين عراقيين، مصيرنا ومصير اطفالنا، مصير عائلتنا كلها، مصير نسائنا، مصير بناتنا كله بيدينا. اذا قدرنا نصلح هذا الشيء لا والله الخير جاي ان شاء الله. لا تنغر بالطماطه والبوتيته، ترى الطماطه مو هوايه مو غاليه سعرها 1000 دينار. تحياتنا لك الاستاذ زمان الكناني، مرشح تيار الاصلاح الوطني في قائمه تحالف النصر، القائمه تحمل الرقم 158 وانت تسلسلك 18. تحياتنا لك. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. كان لقاء ممتع وفعلا كنت صوتا لمعاناة وهموم المواطن الكربلائي. شكرا جزيلا لكم استاذ وحياكم الله. نتمنى ان يستمر هذا النهج حتى وان صعدت او لم تصعد، ان يبقى هذا النهج وهذه الكفاءه وهذه الاكاديميه. شكرا الله. شكرا ان شاء الله. احبتي المشاهدين وصلنا الى ختام هذه الحلقه من حيث نتواجد في واحده من اطهر البقع في العالم في محافظه كربلاء المقدسه التي نتفاخر بها امام العالم، نتفاخر بشموخ أبنائها وشموخ أبناء العراق الذين يكررون الكرة في كل مرة ويأتون زاحفين إلى هذا المرقد ويرفعون راية هيهات من الذلة، وإن شاء الله نكون بعيدين عن الذلة. انتظرونا في حلقات أخرى ومرشحين آخرين ومحافظات أخرى نتعرف من خلالها على مرشحي
تيار الإصلاح الوطني في برنامج نحو البرلمان. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.